السلام عليكم يا أصدقائي، معكم محمد أشرف من مدرسة المزيونة من أول إلى رابع. أقدم تحية إجلال وفخر واعتزاز إلى القوات المسلحة العمانية في يوم 11 من ديسمبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الزهراء أمل محمد من فريق الأشبال وزارة مدرسة المزيونة للتعليم الأساسي من أول إلى رابع. أود أن أهنئكم قوات المسلحة العمانية بمناسبة اليوم القوات المسلحة العماني. أود أشكركم بما تقوموا من جهد لحماية الوطن الغالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب هزاع بن ناصر فاشي من مدرسة المزيونة التعليم الأساسي. سوف أقدم تهنئة بمناسبة يوم القوات المسلحة، كل عام وأنتم الحصن الحصين والدرع المكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الشبل عبد المحسن أسامة من فريق أشبال وزارات بالمدرسة المزيونة من أول إلى رابع. نوجه تحية وعزاز وتقدير إلى القوات المسلحة وكافة أجهزة الأمن في يوم القوات المسلحة الموافق 11 ديسمبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الشبل أحمد محمد أحمد من فريق البال وزارات من مدرسة المزيونة للتعليم الأساسي من 1-4 بمناسبة يوم القوات المسلحة العماني الذي يصادف 11 من ديسمبر من كل عام. تقدموا بالتحية إلى المقام السامي بحضرة السلطان هيثم بن سعيد حفظ الله ورعاه، وإلى الجنود البواسل السد المانيع لهذا الوطن حماهم الله برعايته. طبعا بركاته، معكم الشيخ مهند الدسر من مدرسة المزيونة من أول إلى رابع. يصادف 11 من ديسمبر عيد القوات المسلحة العمانية. تقدم لهم عرس التهاني هذا اليوم، وأتمنى لهم دوام الأمن والأمان والسمو والرفعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الزهرة قالي سعيد من فريق الأشبال وزهرات مدرسة المزيونة للتعليم الأساسي من أول إلى رابع. اليوم سنهنئ القوات المسلحة العمانية والذي صادف 11 من ديسمبر من كل عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الشبل عبد الله القيس من مدرسة المزيونة من أول إلى رابع من فريق الأشبال والزهرات في مدرسة المزيونة. سوف أقدم لكم تعبير عن القوات المسلحة، كل عام وأنتم الحصن والحصين والدرع المكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الزهرة جود عثمان من فريق أشبال وزهرات من مدرسة المزيون تعليم أساسي من أول إلى رابع. أقدم بخلص التهاني إلى القوات المسلحة العمانية الموافقة 11 ديسمبر من كل عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الشبل أحمد محمد سمي من مدرسة المزيون. أقدم لكم تهنئة بمناسبة يوم القوات المسلحة العمانية الموافق 11 من ديسمبر من كل عام.